شركة الأنسان جامعة الأنسان، إحنا بنقول اليوم قطاع شريف عبد الحسن اسمه سوناتا 45. تمام. القطاع الجدول هو محمد جدا، أحكامه عالية جدا، أعلى من بي إس طبعا. فبتقول لي عشان أقول لك الإكسسوار بتاعه بالكامل برتقالي، حاجة نضيفة جدا، الأحكام بتاعه مظبوط. طبعا السحبة، السحبة اللي هي بتبقى الشكل الهندسي بيبقى مظبوط جدا، بيبقى الرسم بتاعته مظبوطه جدا، ما فيهاش غلطه مصنعيه. تمام. بالنسبه طبعا الحاجات اللي احنا بنشوفها في البي اس الاصلي والبي اس المضروب والجامبو الاصلي والجامبو المضروب والسوناتا الاصلي والسوناتا المضروب. تمام. هوريكم النهارده اهو الشباك ده قلاب. دوت الشباك من الشرقيه اهو. وبسلك السلسين عيار 316، العيار ده من اعلى انواع السلس في العالم. تمام. وفي اقل من 304 وفي 208، وكل حاجه وليها سعرها، بس ده طبعا اعلى نوع في العالم. تمام. السلك ده ما بيصديش ابدا نهائي مدى الحياه، حاجه كده رهيبه جدا. معمول له بالكامل صرف مطر عشان لو الميه نزلت ما تخشش جوه، لما تكون سالفه الشباك ما تخش. هو طبعا طبيعي لما تكون فاتح الشباك الميه تخش من السلك بسيط يعني. تمام. ومع ذلك السلك برضه هيحجبه بنسبه كبيره، ولما ينزل هينزل هنا في الجوانب وهينزل من صرف المطر هيطلع على بره. ومعمول نظام حاله سيراميك كامل بالميل لورا كده، بحيث ان هو الميل دوت يطلع لبره الميه يبقى خالص، ما تحوش ميه ولا اي حاجه. متثبت بفوم، مش متثبت بمسامير ولا حاجه. الاكسسوار بتاعه الفا برتغالي، حاجه اوريجينال مكتوب عليها ايه؟ الفا. مكتوب على الاكسسوار نفسه الاصلي يبقى مكتوب عليه الفا، مش حاجه اي كلام خلاص. تمام. الجوانب هي الجوانب دوت بيجمع فيه في التراب، وهكذا الجوانب الثانيه برضه بينها التراب، وده بيساعد في احكام منع الصوت اكتر ومنع المطر. تمام. زي ما انتم شايفين. تمام. التواصل مع المهندس سليم 010 23 25 14 34 031 59 166 26، المهندس علي 0122 68 60 933. تم التركيب في مدينة نصر المتاسعة. شكرا.